عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو صمدي. هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال أسباب البول الأحمر أو البول المذمم عند الأرانب وكذلك علاجه. إذن أول سبب غادي نهضروا عليه وهو المياه الجوفية. المياه الجوفية وهي مياه ديال الآبار، يعني الماء ديال البير. الناس اللي كاينين في العروبية وعندهم الأرانب كيعانيوا بزاف من هذا البول المدمم، والسبب كيكون هو أن المياه ديال البير حتى هي كتأثر بشكل كبير في هذا المرض. هذا كيلقاو أن ديما من فترة لفترة من حين إلى آخر كيلقاو البول ديال الأرانب عزكم الله أنه أحمر، اللون ديالو أحمر مدمم. إذن هذه نقطة من النقط. النقطة الثانية وهي الناس اللي كيقول لك لا الأرانب ديالي أنا ما كنعطيهمش الماء، يعني كعايشين غير هكاك. وشحال من واحد في لي كومونتير قال باللي الأرانب ديالي ما كيشربوش الماء بتاتا، وهي الحقيقة ديال أنه ما كيشربوش الماء، وهي أن الأرانب ديالو راه ماشي كيشربوا الماء، ماشي كيشربوا الماء، وإنما الماء ديالهم كياخذوه من النباتات الخضراء. النباتات الخضراء كيكون فيها واحد النوع ديال الماء، صافي مسكين الأرنب كيعيش بديك يعني الكمية القليلة اللي حنا كنعطيوها له اللي مخلطة مع النباتات، ما كيموتش من العطش، ولكن انه كيبقى عنده هذا المشكل ديال هذا المرض ديال البول المدمم او البول الاحمر. وهذه العمليه حنا كنقولوا في يعني في اللغه ديال الارانب كنقولوا تعطيش الارانب. والتعطيش الارانب راه كياثر بزاف على الصغار خصوصا، وكياثر على الحوامل، وكياثر حتى بشكل كبير وبشكل رسمي على المرضعات. يعني تخيلوا ان الحليب منش غادي يتكون، من ممكن انه يتكون كما قلنا في حلقات سابقه من التفاف، من المعدنوس، من السيكاليم اللي كيكون فيه ديال الخاص بالحليب. ولكن الحليب يعني عموما خاصو الماء، خاص الام نعطيوها الماء، الماء صالح للشرب، يعني ماشي ديال الابار، نعطيوها الماء. وكونوا متاكدين ان الحليب راه كيتزاد عندها حتى من الماء، ما نحيدوش عليها الماء ونقولوا باللي لا راه غادي الحليب ديالها يكون مزيان. اذا ضروري من هذه النقطه ديال 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 يعني الماء بالنسبه للارانب خصو يكون بشكل يومي. اذا هذه نقطه من النقط. كاين نقطه اخرى وهو الله يسمح لهم بعض الشركات ديال السيكالين اشنو كيديروا العلف ديالهم واحد كيديروا في واحد النوع، كيديروا فيه واحد النوع ديال الصبغيات. يعني هما عارفين ان هذا الشيء راه كياثر على الارانب وكيديروه. يعني السيكالين ديالهم كيكون باش يحميوه من التلف وكيحميوه من الرطوبه، كيديروا واحد النوع من الصبغيات، وكيولي كي المده اللي غادي يضربها مثلا في كتلقى واحد السيكالين كيديروا التاريخ ديالو قريب يكمل. يعني كيديروا لك فيه مثلا غير 3 شهور، يعني كيديروا لك التاريخ ديال الاصدار وتاريخ ديال الانتهاء ديال التاريخ. كتلقى مثلا شهرين 3 شهور، نوع اخر كتلقى فيه عام سنه. شنو الفرق بيناتهم؟ وهو ان المواد الحافظه، المواد الحافظه الا مشات تدارت كيطول في المده ديال 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 السيكالين، ما غاديش يضيع. وانما المشكل فين كيوقع؟ ان البول كيولي احمر، يعني هذيك الصبغيات كياثروا على الجهاز الهضمي ديال الارانب ديالنا. اذا هذه كنقط، يعني هي في الحقيقه كتعتبر اخطاء خصنا نفهموها. ولكن سمو كيفاش غادي نتجاوزوا هذه الاخطاء؟ اول حاجه غادي باش نتجاوزوا هاد الاخطاء هذه وهي الوقايه. الوقايه خير من العلاج. يعني حنا فهمنا هاد النقاط شنو هما، ممكن اننا نتجاوزوهم وما يكونش عندنا هذاك المشكل. ولكن حنا نقولوا هاد البول الاحمر يعني طول، مثلا الاسبوع الاول الاسبوع الثاني وباقي نفس المشكل. إذا كان باقي المشكل كيأثر بزاف على الخصوبة، يعني لا بالنسبة للذكور ولا بالنسبة للإناث. الإناث ما كيبقاوش عندهم خصوبة
عالية والذكور كذلك. سمو هو ديال الهدية إن شاء الله ديال هاد الحلقة ديال هاد ديال ديدو صمدي. أنا ديما كنعودكم على الهدايا، هذه هدية 100% إن شاء الله غادي تشكروني عليها في التعاليق، كنرحب بالتعاليق ديالكم. إذن كاين جوج مسائل ممكن أنكم ديروهم. كاين العسل الأسود، ما تسمعوش العسل الأسود ويصحابكم بلي راه هو العسل الحر، غادي نمشيو نشريو العسل الحر بواحد 300 درهم ولا 400 درهم ولا حتى 500 درهم. لا، العسل الأسود راه كاين واحد النوع كيتباع وهو رخيص في الثمن، واخا انه عسل عادي، وانما كيسميوه هما يعني غتمشيو عند المحلات اللي كيبيعوا هاد الحوايج هادو، قولوا لهم العسل الأسود. والمفاجاه انه ماشي غادي تشريو كيلو ولا غادي تشريو نص كيلو ولا رابعه ولا لا، ممكن انكم تشريو سنتيمات، يعني ممكن انكم تشريو 5 دراهم 2 دراهم 3 دراهم. يعني انتم خاصكم تجبدوا في هذيك المحقنه، يعني ملي كتحيدوا لها الابره باش تعطيوهم لهم في الفم ديالهم، ممكن انكم ديروا فيها 2 سنتيم، 2 سنتيم كافيه باش يتعافى الارنب ديالك. يعني الا كانوا عندك واحد قاطع كبير، ممكن انك تشري مثلا واحد 10 دراهم من العسل الاسود وتفرقوا عليهم، كل واحد تعطيه فمه 2 سنتيم، ماشي ديروه في الماء، لا اعطيه مباشره يبقى يلعق فيه، نتوما كبوه لهم في الفم ديالهم صافي ان شاء الله. راه يعني الهديه ديال هاد الحلقه هذه وهي العسل الاسود. الناس اللي ما عندهمش امكانيات وما قدروش انهم يشريوا العسل الاسود، كذلك كاين حل بسيط وبسيط للغايه، وهو المعدنوس. بكل بساطه معدنوس ممكن تشريو القبطه بدرهم ولا درهم ونص، حتى هو كيحيد هاد المرض هذا، ما كيبقاش بتاتا. الناس اللي غادي يسولوني على الكميه، نص قبطه لواحد، يعني ممكن انكم تشريو قبطه واحده وتعطيوها لجوج، المهم خصو الارنب ياكل من المعدنوس لا غير. الا مشات تاكل منه كونوا متاكدين انها المعدنوس او البقدونس باللغه العربيه، الناس ديال مصر ولا الناس ديال سوريا ولا الناس اللي عندهم لغه اخرى راه كيتسمى البقدونس. كذلك المعدنوس ممكن انكم تعطيوه نص ربطه ياكل منها باش ما يديرلوش اسهالات، ممكن انكم تنشفوها ما تكونش سارده من الماء وتعطيوها له، وراه هذاك المعدنوس حتى هو بمثابه غسيل مع المعده، كيغسل المعده ما كيخليش فيها هذاك. ولكن ماشي ديروا المعدنوس او ديروا العسل الاسود وتخليو النقط اللي هضرنا عليها ديال المياه الجوفيه، المياه ديال الاباء، ممكن انكم تولي تعطيهم الماء خاص، يعني تعمروه من شي روبيني من المدينه وتجيبوه في شي بوديزه وتبقاو تعطيهم من هذاك الماء، يعني ما تعطيهمش الماء ديال اللي كتجبدوه من الابار. لا، ممكن انكم تخليهم ماء خاص ديالهم تجيبوه من منطقه اخرى وتعطيه لهم هذاك، يعني احنا كنسميو الوقايه خير من العلاج. الى هاد الاخطاء داركناها وعطيناهم اما العسل الاسود هذاك مباشره كيداوي، وحتى الناس اللي ما عندهمش باش يشريو يعني ما كاينش امكانيات، ممكن انهم يستخدموا هاد القضيه ديال المعدنوس، ماشي يعني كاين اللي كيقول القزبر وكاين المعدنوس. القزبر ما ديروش، القزبر راه قاتل بالنسبه للارانب. غادي تستعملوا المعدنوس ان شاء الله وغادي الله يجيب التيسير، يعني حيدوا الاخطاء وعاد ديروا العلاج. يعني ماشي شي واحد غادي يقول لي راني درت العلاج وما خدمش، ضروري انكم هذاك العلاج كيغسل المعده، كيحيد هذاك الحوايج اللي ضر بها الارنب، ولكن خاص يكون معاه الوقايه، يعني تحيدوا الاشياء اللي كتمرضهم وعاد ديروا معاه الوقايه. اذا انا كنعتبر هذه الحلقه راه بمثابه هديه بالنسبه لكاع لي فان ديالي، بالنسبه كاع المشتركين اللي عندي، وحتى اللي عاد شارك. الموضوع راه مهم بزاف، حتى اللي ما عندوش هذا المشكل ديروا الفكره في الراس ديالكم، وراه واحد النهار غادي تحتاجوا هذه الفكره. ملي تشوفوا الدم ديال الارانب، البول عزكم الله ديال الارانب ديالكم ولا احمر او مائل الحموره، شحال من واحد غادي تخلع، غادي يقول بلي راه صافي وقعت شي حاجه ولا لا، راه كاين الحل.
بالنسبه لهاد الدم اللي كي اللي كي اللي كيرميو الارانب كاين البول الاحمر وكاين الاجهاض. الاجهاض هذاك راه بوحدو يعني باش ما تخلطوش الامور. كاين الانثى الحامل ملي كتحدث لها الاجهاض هذيك راه عمليه اجهاض هذيك كترمي الدم كيبان لك الدم احمر. اما الدم البول المدمم كيكون هو بول ولكن اللون ديالو مائل الى الحموره غير باش ما تخلطوش الامور. منين تشوفوا هذا البول الاحمر ما تخلعوش راه كاين الحل راه هو هذا اللي عطيتكم ان شاء الله. الوقايه اولا ثم العلاج. الوقايه راني عطيتها لكم شنو هي باش ما نطولش عليكم والعلاج حتى هو راه حنا هضرنا عليه جوج طرق بساطين بارخص ثمن ان شاء الله. انا كنحاول ديما نعطيكم يعني الادويه اللي بسيطه اللي استخدموها الاجداد ديالنا وعطاوها لنا يعني على طبق من ذهب. يعني في الحقيقه راهم هما مساكن تعبوا على هاد المعلومات هذه ولكن حنايا غادي نطبقوها ان شاء الله ونطبقوها يعني بطريقه عصريه. لما لا؟ المهم ان تكون عندنا الفكره في الراس ما نخافوش من تربيه الارانب وتكون عندنا حرفنه وذكاء في التربيه ديال الارانب. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم ومرحبا بالتعاليق ديالكم. اي واحد عنده شي مشكله انا كنرحب بالتعاليق ديالكم وكنجاوب عليها. لاحظوا انني كنجاوب عليها يوميا. دعمونا بزر الجام ما تنساوناش بزر الجام. تكيو على زر الجرس والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.